هنا بالمناسبة أن نهنئ الفريق الوطني العسكري كان حواجبنا على يعني انتقاله إلى الربع النهائي، وهذا يعني من المكاسب. وفي الحقيقة الفريق الوطني العسكري ليس اليوم فقط، وإنما يعني عنده وصل إلى عدة يعني مواقع شرف بها الوطن وشرف بها المؤسسة، مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سلج التحرير. ما نقولش الجهة الأخرى ما نتحدثش عليها، رانا هنا، أنا هنا، ربي يجيب الخير إن شاء الله.